مودي ها تعال بوي، هاي بجيرانها طشلت الرمل صار ساعة تلعب، اقتلها وخليها منها تروح يلا. اي صار بابا توخرين منها، لا ما تجيك تموت، طشرت الرمل مالتنا كله. ايش بيك تصيح حرام القاب الذهب؟ انت الظاهر الحكي ما يفيد وياك، خليني قلت لك كدله زينه على مود بعد ما صعدين هنا. ايه كلها كلها ايه. لا والله شين تقتلنا، انا خايفه منك. بابا هي كتلة نمو، انا كتلة ما اقدر لي. لا تبكي لا تبكي، هسه اطيح لك حظر حظر خلفها. بنت الصندي ايش بي شوي ابني؟ ضرب بيه ظهرته ما عاد تربيه. خبدوح حيتك شنو الكنافي؟ شنو هذا لسان؟ شطوله؟ الظهر هذا ما مربيك، انا اعرف شلون اربيك. هذا جيراننا كتلني. منو حبيبتي؟ هذاك الزمن هاك بيت ضربنا وعزقه وعلى وجهي. زلمة ضربك؟ ايش قد ما يستحي؟ شين علي؟ طبعا مع الاسف عليك، ما توقعتك تضرب هاي الطفله، تجاري ورابينان يكسوه، والله عيب عليك. اولا لا ظل الصيه، بنتك ها قدوتها تتجاوز على الاكبر منها، الظاهر انت ما مربيها، انا اعرف شلون اربي بنتك. طبعا صورتك خوش ادمي وجيت اعاتبك، بس الظاهر انا طلعت غلطان، طيب شنو ارجو سمشي. روح، لك انا لازم الادمي اطلبها من امه، وانت اصلا ما متربي، يلا ولي. لك ناقص؟ سب امي؟ انت واحد زباله ما عندك اخلاق. اخ بوي ضربتني، اليوم اللي اخذ حقه منك مربح، الا انا علمك شو تجيب الامهات. الو من انت؟ شنو بنتي عندكم؟ لا 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 ما بلغ الشرطه، جايكم وحدي. انتم من وليش جايبين هنا؟ سكتي سكتي بدون حد زايد، يلا يس. ها جبتوها؟ اي حجي مع سواليف. والله ابطال. الا خلى ابوها اليوم الليل كله ما ينام، انا ندق بيه يضربني كله راس لحد الان يوجعني. هاي حجي كله قدامك. انا ما اسوي له شيء، انا ما اسوي له شيء، بس ارد اخوف ابوها. هذا هو حجي. يمه هذا ابو ليحه الكنافه، وانا اقول وين سمع هذا الصوت؟ انت لمن جايبني هنا؟ ارد علم ابوش درس طول عمره ما ينساه، انا يضربني الا علمنه. اقول لك ابو جلح هذا خاف يبلغ الشرطه علينا، واحنا مشاكلنا هواي. لا تخافون، انا سويت خطه مدروسه وبلغته، اذا وصل خبر للشرطه بتضيع منه. يعني ابو جلح نعمل ماكو شيء؟ لك جحش، ابو جلح في اليوم سوى خطه وفشلت. شباب بس راقبوا زين، ترى هذا ضربته توجع. احساسي يقول لي ذول عندهم مشكله شخصيه وياي، واخذوا بنتي كطعم حتى اجيهم وحدي، وانا جيتهم وما راح اخاف منهم لحد ما اعرف من هم واخلص بنتي منهم. شنو ذولا وين راحوا؟ خليتهم يراقبون، لا حس لا خبر. حيدر معوز عبود وينكم؟ اي ما طول هذا وشلت كنافه واحده، خليني اسوي مقلب من مقالب ناجوس ام الافكار. اقول لك باول ما ضربك كله توجع له لا. شنو يوجع؟ انا اشتكي الثور من قرونه وانا اضحك كله ويوقع الثور. هي ما تكذب. ليش؟ شنو كذب؟ انا ما كذب. اي لعد بالله خلينا نجرب. شلون يعني؟ راح اطلع كذبتك. هسه شايف ذيك التوثيه؟ راح اضربك بيها على راسك، اشوف راسك يتحمل لو لا. اي طبعا يتحمل، هاي صبانه عوجتها براسي. انت بس تنبر علي، بالله دنك دنك خل اشوفك. شوف ايش قد قوى انا، يلا. اي مبين كلش غبي ومو كلش قوي. ناجوسه ابو الافكار ما تحتار. ها ناجوسه. ها بابا. ها حبيبتي بيك شي؟ لا بابا كل شي ما بيه. الحمد لله. هذا وجه الكنافه جابه هنا. بابا هو هذا اللي خطفني. اه هسه افتهمت شنو السالفه. بس ليش هيك مطول؟ بابا طلع غبي كلش وانا ضربته بالتوثيه، وهسه هو قاعد يتحلم احلام سعيده. مع الاسف. هواي جيران يتعاركون بسبب اطفال ويصير بيناتهم حتى مكاتب. اذا وصلت رسالتنا من خلال هذا الفيلم خلوا لايك واشتركوا بالقناه. لا ناقص سب امي. شنو هي؟ هاي ايش تعال قبل؟ سرعه تنكتب.
انا اقول لك ليش ارد على المبوج اسوي لك ها جبتوها الا حرق قلب ابوها عليها على مود ندق يتعلم بيها يلا بطرون بطرون ضيق رفع هيك طلع من موبايل لا تفاوى علي ايه بابا لزمنا جيراني جيراني توخرين منه يا والله شنتك تكتبني انا خايفه منك